هذا ما بقي، هذا الرقم الحاصل من حرب معرض احلام مدينه جسم، وما زال الدخان اذا صار انظروا يا عرب، انظروا يا مسلمين، الخراب الذي خلفته عصابات اسد في مدينه جاسم 30/9/2012. معرض الاحلام الذي كان افخر انواع المحلات في جاسم، انظروا ماذا حصل به. 30/6/2012 مدينه جاسم، حسبنا الله ونعم الوكيل.